مشاهدي الكرام متابعين جريدة نشال الآن دائما مع الحالات الإنسانية، وهذه المرة معنا الأم اللي جوج أطفال بقوا معنا باش نقربكم أكثر معاناة ديالها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسم كريم؟ عائشة أم موقيت. عائشة أم موقيت، أنت اليوم شنو الرسالة اللي بغيت توصلي ولا شنو مشكل ديالك عائشة موقيت؟ أنا كان نوجهت الرسالة ديالي للمحسنين يعاونوني على العيد ويتعاونوا معايا على حساب وليداتي، وهذا الشيء ما كان، وعندي واحد الوليد مريض وهذا الشيء ما كان. كنتمنى من الله يعاونوني على الكرة ويعاونوني على العيد. راني عكارية وبزاف عليا، ومرة كنخدم ميناج مرة ما كنخدمش، ودابا كنطلب من الله والمحسنين يتعاونوا معايا. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي اخويا جوج، واحد من ذويات الاحتياجات الخاصة وبنية عندها 3 سنين. المنزل غا كارية؟ عكارية خويا، كارية. شحال كارية هاد المنزل؟ كيطلع لي خويا بديك 18000 ريال 13000 ريال في الشهر بالماء والضو. وعندك شي مدخول قار ولا لا؟ لا ما عنديش اخويا، ما عندي لا مدخول لا والو، عيكو كنخدم في ميناج مرة وصافي، والناس كيتعاونوا معايا وصافي. يعني مع المحسنين اخويا والله بركة الله. دابا شنو الرسالة اللي بغيتي توجهي للمحسنين؟ كنتمنى من المحسنين يتعاونوا معايا على وليداتي ويتعاونوا معايا على الكرة والعيد هذا، وما عنديش، وراكم عارفين الحالة اللي إنسان اللي ما تيكون عنده لا مدخول لا والو، ما عنده لا رجل لا والو، عنده الإنسان مريض راه الحالة لا يرجى لها. وهذا الابن ديالك الله يشافيه لك والله يخليه لك، واش كيتناول شي أدوية ولا لا؟ حاليا كندير له عاد الترويض وكنخلص له الترويض، هذا الشيء ما كان، ما كيدير لا دواء لا والو، عيد الترويض صافي. حتى خاصك انك توفر حتى يعني فلوس ديال الترويض. ضروري خصني نوفر فلوس الترويض والكرا والماء والضو، ودابا هانتوما عارفين العيد هذا. كنتمنى من الله والمحسنين يتعاونوا معايا على الكرا وعلى وليداتي وعلى العيد. وشحال تقريبا الثمن؟ كنخلص عليها خويا 150 درهم بحال هكاك، ما بين الترونسبور وما بين الترويض، وهذا الشيء ما كان، انا بزاف عليا بحال هكا ما عنديش. تنطلب من الله والمحسنين يتعاونوا معايا. الكلمه الاخيره توجهها الناس المسؤوله والمحسنين، شنو غتقول لهم؟ كنتمنى من الله والمحسنين يتعاونوا معايا على الكرا وتعاونوا معايا على وليداتي، وراكم عارفين دابا العيد الاضحى هذا الناس مدخلين على وليداتهم العيد، وانا وليداتي ما عنديش اللي غادي يدخل لي عليهم العيد، ودابا كنتمنى من الله تعاونوني معايا على العيد وصافي. هذا الشيء ما كان، لان علاش عندي دري مريض وداك الصالير عندي، يلاه على الناس اللي تعاونوا معايا، يلاه مكافيني مع الترويض والكرا والماء والضو، عين الناس اخويا اللي كيتعاونوا معايا وكيتعاطفوا معايا في سبيل الله وصافي. كيجي بعض الوقت انك كما كنقولوا ما كتلقاي ما تاكلي. كيجي بعض الوقت اللي ما كنلقى ما نوكل لولادي، وولادي كيبقاو يبكيو، وبالاخص الدري مريض كيبقى يبكي وكيقول لك احنا علاش ماما عايشين فقراء وما عندناش وهادي، وانا ما كنصيبش ما ندير لي، تنخرج عند الجيران كيتعاونوا معايا وكيعطيو لوليداتي ما ياكلوا، وهذا الشيء ما كان. كنطلب من الله والمحسنين يتعاونوا معايا على وليداتي. كما شفتوا مشاهدي الكرام متابعين جريده نشا الان، هذه الحاله الانسانيه صراحه، هذه الام يعني عندها جوج ابناء، عندها بنت وعندها طفل اللي مريض من اصحاب الاحتياجات الخاصه، وانه كيدير الترويض، وان المدخول ديالها يعني كما كنقولوا كتقلب على لقمه عيش، يعني كتخدم غا ميناجات، مره خدامه مره ما خدامهش، ما عندها مدخول قار، ما عندها زوج، ما عندها والو. يعني كنتمناو من المحسنين اللي شافوا هذا الفيديو وشافوا هذه الحاله انهم يتعاطفوا معها، يعني الطلب ديالها الوحيد ان يتعاون مع هذا الابن ديالها، وكذلك الناس اللي بغات الحج وبغات العمره انها تفرح هذه الام وهذه الوليدات باضحيه العيد. كنتمنوا رسالتنا توصل للجميع، يعني المحسنين كذلك الناس المسؤوله انها تشوف وتراعي من هاد الام وهاد الابناء ديالها، يعني صراحه اللي ساكن في دار للايجار، يعني دار مصاريف يعني كثيره، انا الدار الكراي زيد الضو زيد الماء زيد يعني الترويض ديال الابن، يعني زيد الملابس يعني ديال الاطفال، يعني لا اله الا الله. في هذا الوقت بنادم راه الله يحسن العون خدام بواحد الاجر اللي كبير كما كنقولوا، وكيعاني وكيقاسي عساك هاد الام اللي ما عندهاش مدخول قار، يعني زيرو درهم كتدخل عليها، يعني ما خدماتش، ما درتش الميناج، ما تاكل هي لولادها، زيد الابناء ديالك ما كان الطفل اللي مريض، كنتمناو ان شي محسن يتكلف بالعلاج ديال هذا الطفل، ولا يتكلف
بالترويض ديالو، وكذلك ما كان شي محسن ولا شي محسنه يعني داخل ارض الوطن ولا خارج الوطن، انه يفرح هذه الام في هذا العيد المبارك، يعني باش تفرح هذه الام وهاد الاطفال، يعني ربي اللي غيخلصك. وشكرا.